مشاهدي ومتابعي جريدة شاون بريس، احنا اليوم كنتواجدوا بالسوق الدائم للباعة المتجولين بحي مصلى مدينة شفشاون، واللي كانت تعقد عليه أمل كبيرة بأنه غيكون ركيزة مهمة اقتصاديا في المنطقة، إلى أنه كيشهد غياب تام من الباعة المتجولين ولا من المستهلكين. وجينا ننقلوا رأي بعض الباعة المتجولين على أسباب هذا الفراغ هذا، فخليكم معنا. كنا شي 86 واحد بقينا بجوج بينا. بغا يعمروه مع عمر شيخ والنار هبطنا هنا يا ربي عشان نشوف الناس مالك. شوف غير الناس مالك. وعاد الكريدي تبع فينا عاد الناس اللي يسالونا عاد شي واحد. تقدر تشوف السلعه ما كتباع شي السوق. بغا يعمروه مع عمر شيخ والنار هبطنا هنا يا الشنطي نشوف الناس بعدك. شوف غير الناس بعدك. البيع والشراء ما كان يبيع ولا والو القاسم بالله. بالنسبه مقارنه مع البلاصه اللي كنتي فيها قبل ما رجعنا هذا السوق هذايا هاك الخدمه مضخمه كنا بايعين شاريين مزيانين مضخمين انا والو انت شي مسيبين يعني كاين الخدمه لا والو خدام يومين في السيمانه وقعد عملنا والو خصني عمر السوق ولا شوف شنو شي حل عندنا شي حل انت السوق سوي عمار ولا ديار احنا مسيبين السلعه قلتها لنا انا تمشوا معاها اه والله يفوكا يفوكا على خير هذا اللي كاين تختار مجد المية تختار اللي ثانية في السوق وفي الكريدي الناس كيساوي لي العرض طالب ديالنا يجمعونا كاملين في السوق كما كنا في اللولي وصافي هادشي اللي كنتمناو حتى انتينا من الاوائل اللي بديتو في هذا السوق هذايا وتضررتو ما فتحوا حنا فيه كنا شي 86 واحد بقينا بجوج بينا جوج بينا اللي بقينا في السوق حنا صبارين شنو غادير ما عندك فين تمشي كنا باب السوق طلعونا قال لك طلعنا السوق طلعنا من السوق احنا باقيين في السوق ساعه احنا بطنا هنا ما بقى معنا اجي عندنا حتى واحد بطنا حنا هنا هنا عاود شوف ما نعرف يقولوا لنا سيروا فحالكم شوف حنا قالوا لنا المهم احنا صبارين وصافي وعاد الكريدي تبع فينا وعاد الناس اللي يسالونا عندنا شي واحد واش غادير الا حيتي من هنا ضيعتي في الكريدي والله عمرك شفتو يقول لك انا جيت ما جبرتكش فهمتي احنا صبارين وصافي تيفرج الله